الولايات المتحدة مايك بومبيو في مستهل زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بمقر إقامته في بلير هاوس. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معربا عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأمريكي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس كبير مستشار الرئيس الأمريكي جاريت كوشنر، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن اللقاء تناول التباحت بشأن تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أكد كوشنر الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اعتبارا من غد الأربعاء صرف معاشات شهر أبريل للمعاشات المحول صرفها على البنوك، ويبلغ عددها 1,500,000 قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3,700,000,000 جنيه. وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعي الحكومي والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل اعتبارا من يوم الاثنين الماضي. يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة اليوم لتعيين رئيسا مؤقتا للدولة خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل، وهذا من المقرر أن يرأس اجتماع البرلمان بغرفتيه عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، وذلك لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية ثم تعيين رئيسا مؤقتا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما كما ينص الدستور. تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا لكرة الطائرة رجال بعد فوزه على السويحلي الليبي بنتيجة 3 أشواط لشوط. هذا وقد حجز الأهلي مقعده في المباراة النهائية للمسابقة على أن يواجه الفائز من لقاء أهلي طرابلس الليبي وسموحة، حيث تقام المباراة النهائية للمسابقة غدا الأربعاء. وكان المارد الأحمر قد صعد لنصف نهائي البطولة بعد تغلبه على أساريا الليبي، فيما تأهل السويحلي بالانتصار على مواطنه الاتحاد المصراتي في ربع النهائي.